مرحب شهر الصوم دي الاغنيه الايقونيه اللي مرتبطه بشهر رمضان واللي بتعتبر من اشهر اغاني الفنان الكبير عبد العزيز محمود وقدمها لاول مره في الاذاعه سنه 66. ايه قصه الاغنيه دي وازاي ارتبط بيها الناس طول هذه السنين؟ ده اللي هنعرفه من خلال هذا التقرير. مرحب شهر الصوم الاغنيه التي قدمها عبد العزيز محمود عام 1966 تحولت الى ايقونه رمضانيه تعبر في كلماتها عن الابتهاج بحلول الشهر الفضيل والسعادة التي تسيطر على الجميع بحلول الأيام المباركة. وبالرغم من رحيل صناعها إلا أنها ظلت باقية حتى يومنا هذا ويرددها الكبير والصغير. جاءت البداية عندما ذهب الشاعر محمد علي أحمد للإذاعة المصرية وذلك لعرض كلمات أغنيته مرحب شهر الصوم على مراقب عام الموسيقى وهو الموسيقار محمد حسن الشجاعي وأعجب بها ووافق عليها مبدئياً لحين عرضها على لجنة الاستماع. وبالفعل وافقت أيضاً على أغنية مرحب شهر الصوم وبعدها رشح الموسيقار محمد الشجاعي المطرب عبد العزيز محمود لغنائها. بعدها بدأ عبد العزيز محمود العمل على تسجيل الأغنية حيث خضع لعدد من البروفات في حديقة معهد الموسيقى العربية وبعدها تم تسجيلها وطرحت عبر الإذاعة المصرية عام 1966. كان عبد العزيز محمود يغني في الأفراح والموالد حتى سمع صوته الأستاذ مدحت عاصم رئيس قسم الموسيقى والغناء في الإذاعة فاعتمده وقدم له أول لحن عام 1937 لينطلق في مسيرة فنية ما بين الغناء والتلحين والتمثيل.